المشكلة الوحيدة التي يشتكي منها دارس اللغة العربية من الأعاجم والعرب هي مشكلة النحو. الطلبة في بداية الأمر يأتون ويقولون: لا نستطيع أن نتعلم النحو، النحو صعب، كيف نتعلم النحو؟ ثم يأتون بعد ذلك يقولون: تعلمنا القواعد النحوية ولا نستطيع أن نطبق هذه القواعد في الكلام عندما نتكلم. يا مرحبا بأصدقائي على التواصل الاجتماعي، أنا صاحبكم أمان الله وهذه قناة سأل أمان. يوم السبت الماضي دخلت الفصل لأعلم الطلبة النحو، فقالت إحدى الطالبات: يا أستاذ، أليس أنه يمكنني أن أتعلم العربية بدون النحو؟ فلما أتعلم النحو؟ قلت لها: نعم، يمكنك أن تتعلم العربية إلى أن تكوني فصيحة بدون دراسة النحو، ولكن بشرط أن تعيش بين العرب، بين الذين يتكلمون بالعربية الفصحى، فيكون التعلم إذن تعلما تقليديا، يعني تسمع الناس يتكلمون وأنت تقلدهم في الكلام حتى تصبح فصيحة في تلك اللغة. ولكن لا يكون ذلك مستحيل، بل يكون صعبا جدا، يكون صعبا، لأنك اليوم لا تكاد تجد من يتكلم بالعربية الفصحى. حتى العرب الآن عندما يتكلمون بالعامية، وبعضهم لا يجيدون التكلم بالفصحى. حتى في القنوات، يعني القنوات العربية، لا تكاد تجد قناة للغة العربية بالعربية الفصحى للطلبة المتوسطين، بل عندما تجد قناة تكون بالعربية العالية جدا لا يفهمها الطالب الدارس المتعلم المتوسط، والذي لا تكون عاليا تكون بالعامية. وماذا نفعل؟ أولا أقول أفضل الطريق لتعلم النحو العربي هو أن تجمع بين الطريقتين، يعني التعلم التقليدي، أن تعيش بين الذين يفهمون العربية يتكلمون بالعربية الفصحى، وتتلقى منهم الكيفية، كيف يتحدثون، كيف يستعملون هذه الأساليب، كيف يركبون الكلمات في الجمل، وهذا ثم تدرس في الكتب النحوية. هذا أفضل. تعلم النحو ليس بصعب كما يزعم كثير من الناس، بل الصعوبة في كيف نعلم الناس العربية، كيف نعلم الناس النحو، وكيف نحن نتعلم النحو. هنا الصعوبة. الذي اختار الطريق الصحيح لتعلم النحو يكون له سهلا، وله أستاذ المناسب الذي يستطيع أن يعلمه هذه المادة يكون له سهلا جدا. معلم النحو في هذا الزمان عندما يدخل الفصل يكون ارتكازه في الإعراب: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. وهذه المصطلحات المزعجة لا يحتاج إليه من يريد أن يتحدث العربية، يعني ليست هذه المصطلحات هي التي تكون غايته، بل كيف يطبق هذه المصطلحات وهذه القواعد في كلامه. أليس أن العرب قبل الآن يتحدثون بالعربية الفصحى وهم لا يعرفون هذه القواعد، لا يعرفون هذه المصطلحات، ما درسوها من قبل وهم يتحدثون بالفصحى؟ ولكن القواعد إنما وضعت لمثل الأعاجم حتى نكون مثل العرب في الفصاحة، كما قال ابن جنين في بداية كتابه الخصائص، حيث قال في شأن النحو: ليلحق من ليس من أهل العربية بأهلها في الفصاحة فيتحدثون بها وإن لم يكونوا من أهلها. فهذا هو السبب.
فلما الآن نشتكي من نحو الذي هو يقودنا إلى أن نكون فصيحين في التحدث بهذه اللغة الجميلة؟ فعلينا أن نختار الطريق الصحيح للتعلم وتعليم النحو، وهذا دور المعلم. المعلم هو الذي يدرب الطلبة على تطبيق القواعد في الكلام. هناك معهد هنا في ميناء، هنا في نيجيريا، أنا زرت المعهد، معهد يعني مدرسة، اسم المدرسة معهد التقوى. عندي صديق هو معلم في هذه المدرسة، فزرتهم وجدت أطفال يتحدثون بالعربية الفصحى وتعجبت كيف. فسألت هؤلاء الأطفال، هل تعلموا القواعد؟ هل تعلموا النحو والصرف؟ قالوا ما تعلموا. فقلت فكيف يتحدثون بالعربية الفصحى هكذا؟ قالوا إنما ندربهم على التكلم بالعربية الفصحى، إذا أخطأوا نصحح لهم الأخطاء، فصاروا يتحدثون بالفصحى. فهذا ممكن. أي دور المعلم هو أن يدرب الطلبة على التطبيق، ليس حفظ القواعد فقط. الطالب إذا خرج ذهب إلى الخارج، لا أحد يسأله عن الفاعل ولا المفعول به ولا نائب الفاعل، بل المنتظر منه أن يتحدث يعني مع الناس بالعربية الفصحى بتطبيق هذه القواعد التي قد تعلمها بتطبيقها في كلامه. فلذا الغاية أن تكون كيف نطبق هذه القواعد في الكلام، النماذج التطبيقية. لذا أنا عندما أريد أن أعلم الناس العربية أبدأ بالكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، لأن هذا الكتاب، أقول هذا الكتاب نموذجا لما نسميه بالنحو التطبيقي، النحو التطبيقي، التطبيق الحقيقي. هذا الكتاب الطالب يتعلم العربية ويتعلم القواعد من خلال هذا الكتاب تعلما تطبيقيا، وهذا أفضل لأنه يستطيع أن يتحدث بالعربية مع مراعاة هذه القواعد. فنقول النحو ليس صعبا كما يزعم كثير من الناس، بل الأسلوب والمنهج للتدريس والتعلم هنا المشكلة. فما رأيكم أيها المشاهدون الكرام؟ ماذا ترون؟ هل عندكم شيء تريدون أن تضعوه في التعليقات؟ أنا صاحبكم أمان الله. السلام عليكم.